المرأة هي شرايين المجتمع، لهذا حلقة جديدة اليوم مرة أخرى حول النساء. اليوم استضفنا معنا الأستاذة فاطمة زهرة الوزاني، أستاذة فلسفة بمدينة فاس، كذلك هي فاعلة جمعوية وحقوقية، حضرت مجموعة من التظاهرات ومجموعة من الأعمال اللي تتخص المرأة المغربية. إذن شكرا لك على تلبية الدعوة ومرحبا بك بين أسرة فاس نيوز. الله يبارك فيك كنزة، تنشكر كذلك الطاقم ديال فاس نيوز على هذه الاستضافة، ونتمنى أنها تكون حلقة ناجحة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. إذا أستاذة فاطمة زهرة، ممكن تكلمينا على وضعية المرأة حاليا؟ عندما نتحدث عن المرأة معناه نتحدث عن إنسان قبل كل شيء. المرأة هي كذلك إنسان وعندها حضور داخل المجتمع، ويجب أن تكون وضعيتها داخل المجتمع وضعية إنسانية، يعني من خلالها تتبين لنا احترام ديال الحقوق هاد النساء، واحترام ديال التواجد ديالهم داخل المجتمع، لأنهم ماشي فقط غير نصف المجتمع، هما كذلك كل المجتمع. نعم. إذا شنو هي المشاكل اللي تتعانيها المرأة والإقصاء؟ شوف، تاريخيا دائما كانت المرأة تعاني من واحد التمييز داخل المجتمع الإنساني، ماشي فقط المرأة المغربية ولكن المرأة في بقاع العالم. وأظن بأن أول انتفاضة نسائية كانت في العالم هي كانت في نيويورك، عندما خرجت النساء تطالب بمجموعة من الحقوق والاعتراف بوجودهن ككائنات فاعلة داخل المجتمع. واللي مشى ضحية هاد المظاهرة العديد من النساء اللي هما شهيدات الحركة النسائية. منذ ذلك الحين، يعني في تقريبا في القرن 19 وبداية القرن 20، منذ ذلك الحين والنساء يعني أصبحت لديهن الجرأة للخروج للمطالبة بتحسين أوضاعهن داخل المجتمعات الإنسانية، ماشي فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن كذلك في أوروبا، وانتقلت الحركة كذلك إلى البلدان العربية وعلى رأسها المغرب. لذلك فالمرأة المغربية ساهمت وبشكل كبير منذ الحركة الوطنية، ساهمت في إثبات حضورها كامرأة ومناضلة وكمثقفة، وكذلك يعني بصفتها إنسانة تدخل جميع المجالات وتشارك في جميع المجالات داخل المجتمع المغربي. ولكن للأسف الشديد، رغم هذه المشاركة الفعالة للمرأة المغربية لا في المقاومة ضد الاستعمار وبعد الاستقلال في جميع الهياكل، سواء كانت حزبية أو جمعوية أو المؤسسة التعليمية أو الصحية أو داخل كل مجالات المجتمع، لا زال هناك حيف من طرف المجتمع في الاعتراف بالجهود ديالها والاعتراف بالتواجد ديالها الفعال داخل هذه الهياكل. وهذا اللي خلى داخل المجتمع المغربي تظهر مجموعة من الاحتجاجات، مجموعة من الحركات النسائية اللي كانت دائما تطالب بتحسين الأوضاع. الحمد لله الآن بعد 2011، ربما عندما أقول الحمد لله على البوادر القانونية، ربما كان هناك تحسين، ولكن على المستوى الواقعي لازلنا نعاني من العنف كنساء، لازلنا نعاني من ديك التصور الدوني للوجود المرأة. يعني دائما تشوف المرأة هي في الدرجة الثانية، ديك المخلوق الضعيف طبيعيا، المخلوق ربما اللي رغم أنها تتقدم كل تضحيات وكل جهود، ولكن ديما في التصور والتمثل الشعبي ديال الناس تنوجدوا بأن دائما تتحدثوا على هذه المرأة ككائن ضعيف، كائن أو مخلوق ما يقدرش يدير كل شيء، ما يقدرش يساهم في التطور ديال المجتمع، في حين أن واقعيا تلقاو بأن هناك تطور فعال اللي ساهمت فيه المرأة. الأكثر من ذلك أن هناك نساء اللي هما ربما تيحملوا الأعباء ديال الأسرة بأكملها، وهذه إحصائيات اللي تثبت هذه المسألة ديال أن كاين النساء اللي تتحملوا جميع الأعباء ديال الأسرة المادية والمعنوية ديال الأطفال ديالهم، الأمهات ديالهم والآباء، وناجحين في هذه في هذه في هذه في هذه المهمة هذه. ولكن رغم ذلك كما قلت سابقا أن يعني المجتمع، من تقول المجتمع بجميع الأفراد ديالو والمؤسسات ديالو، ما كاينش اعتراف رسمي بهذه المسألة هذه. نعم أستاذة فاطمة الزهراء، الأمس لاحظنا أن جلالة الملك قد أدمج المرأة في الخطة العدلية للدستور يعني المغربي، وال يعني لهذا المجال، شنو تعليقك؟ كيفاش كانت يعني بمجموعة من النساء هي راهقة في ثانوية؟ اولا هنيئا للنساء المغربيات بهذا 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 المنجز اللي تحقق مؤخرا، واللي اطلق الملك يعني البوادر ديال ادماج المراه في خطه العداله، وهذا مطلب اللي هو كان دائما ديال الحركات النسائيه ديال الولوج لجميع المراكز ولجميع الجميع يعني المجالات داخل المجتمع. ولما لا مجال العدل
تعرفوا بأن المرأة ربما أصبحت الآن قاضية. المرأة احتلت أو يعني سيرات مجموعة من الوزارات منذ حكومة التناوب إلى الآن. لماذا ما تدخلش لهذا المجال ديال العدل؟ إذا هي مبادرة مزيانة، ولكن نتمنى أن المرأة ما تلقاش في هذه المبادرة عراقيل كيف ما لقتها مجموعة من النصوص القانونية اللي كان الملك عطاها الطلاقة ديالها منذ سنوات، ولكن مازال ما عرفتش الأجراءات ديالها على أرض الواقع. إذا هذه المبادرة كما قلت هي مبادرة محمودة. علاش محمودة؟ لأن أولا أعطتنا جوج ديال المؤشرات. المؤشر الأول أن فعلا المشرع المغربي بدأت يعاب مسألة تحديد القراءات والتأويلات ديال النصوص الدينية، لأن من قبل كانت التأويلات اللي هي تقليدية ربما اللي دارت منذ قرون وبقات تحكم الوضعية ديال المرأة داخل المغرب. دابا هاد المسألة ديال انطلاق يعني أو إعطاء هاد المبادرة ديال إدماج المرأة في خطة العدالة، يعني هذا مؤشر إيجابي على أن المشرع المغربي راه بدا يوعى بضرورة تحديد الفهم ديالنا والتأويل ديالنا النصوص الدينية اللي ربما تعرقل المسيرة ديال المرأة في مجموعة من المجالات. المسألة الثانية هي أن الثقة في المرأة المغربية عاد تبدأ تبطط الأسس ديالها داخل المجتمع المغربي، لأن احنا ما تنثقوا في المرأة غير إذا شفناها صاحبة القرار. أما فقط غير مشاركة ما تنعطيوهاش الثقة ديالنا. بما أن المرأة تولي صاحبة القرار ديال توثيق وإعداد عقود الزواج وإرسالها للقضاء من أجل يعني توثيقها إلى غير ذلك، بمعنى أن المرأة يعني وتسهل المرأة المغربية تسهل هذه المسألة والمزيد إن شاء الله من المنجزات والمكتسبات مستقبلا إن شاء الله. إذن كلمة للنساء المغربيات اللي غادي يشاهدونا اليوم. تحية لكل النساء المغربيات في البوادي والمدن، تحية لكل النساء المغربيات اللي الآن تعانيوا من هاد الموجة ديال البرد ومن قلة الإمكانيات ومن ضعية اقتصادية اللي هي هشة، وتنقول بأن هذيك المرأة اللي في الجبال اللي تتعاني من هاد من هاد من هاد الإقصاء الاقتصادي بالدرجة الأولى هي المناضلة الحرة الأولى قبل أي مناضلة داخل أي حركة أو جمعية نسائية أو داخل المدن. تحية كذلك لكل ربات البيوت، وتحية لكل المناضلات اللي ضحوا بالوقت ديالهم وضحوا بالجهود ديالهم من أجل وصول المرأة المغربية لهذه الوضعية هذه اللي ربما أصبحت فيها واحد المجموعة المكتسبات واللي نتمنى أننا نحافظوا عليها وما نخليوش بعض الجهات اللي باغية أو عندها نية ديال الإجهاض أو ديال الإجهاز على هذه المكتسبات هذه. نعم، كلمة أخيرة لجمهور فاس نيوز ومتتبعي برنامج هل تعلم. اولا نتمنى التالق الدائم لفاس نيوز، ونتمنى ان الجمهور ديالها يبقى دائما على اتصال بها ويتابعوا البرامج ديالها، لان فعلا تتهتم بالاحداث المحليه على مستوى جهات فاس ومكناس، وتتهتم بالاحداث الوطنيه، ونتمنى يعني المزيد من التالق والتالق لكم جميعا ولك كنزه كذلك. نعم، شكرا لك على تلبيه الدعوه مره اخرى. شكرا لكم حتى انتم مشاهدينا الاعزاء على حسن المتابعة وطيب الوفاء. كنضرب لكم موعد موضوع جديد حلقة جديدة إن شاء الله.